استنى كبير. شوف والله استنى يا جماعة خل أقول لكم شغلة. حسان هلا 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 بولد اختي. هلا بولد اختي. هلا 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 بولد اختي. هلا 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 هلا. لا 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 ديش داخل داخل. مسكر مسكر مسكر. لا لا خالي وربك كعبة. مسكر مسكر. اسمع حسين. ناخذه. ها؟ ناخذ ياخذوك. حق شنو؟ هلا. حق هلا؟ والله هيك جرب اشوف وسيع. اصوص طالع مسكر جامد انه في جل برا بيتك شو معفن زبال اذا صار له شيء الرشاق ما يصير له شيء والله نفسه بطلان نال نال خلينا نمسك الباب تعال فاضي امسك 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 خالي امسك 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 خالي امسك 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 تعود تعود امسك قاعد هي وقت الباب الحين الحين عينك عينك امسك خالي امسك الزبار الله ياخذك على حل يوم الدنيا رمضان يا معفن. جال في جال برا والله وقف قلبك قول اخي شبت شال خبر يا الملاقه معلش والله لا تزعل مني هذا ابن اختك واحد كلب معفن لا تزعل والله حركاته ما يصير الدنيا رمضان يعني انت شلون متحمله والله العظيم يعني انت تعبان شوف شو عم يجيب لنا كلاب هو كلب وجايب لنا كلب اي والله الله يعينك عليه نزل مثلك انت ماشي ما في منك فايده تصدق العيله كلكم هيك ها كلكم العيله نفس الشيء عائلتنا من صغيرنا ليش كبرنا بتقص القصه اليوم قصه صغير كلش كلش شعر مو زين وايد بس حاسك تعبان حشن يا ابو حشن بعدين بس بدك تدفع فلوس خشي يبي لها ريال يقول حق طالع امر من وين طلع الامر؟ طالع من عندنا حكومتنا يقول كبار السن الاولويه حق كبار السن واي واحد كبير بالسن هي حلق عندك بلاش اسال اللي تبي انا ما عندي فلوس هي ادفع عندك انت شوارب تحصل 10 دنانير العية 15 25 وشعر 30 هذا 45 دينار هذا معاش كامل هذا لا يبا أنا ما أدفع ولا فلس إذا رضيت رضيت ما رضيت طق راسي بالطوفة وإذا بس هذا ما يجوز هذا الشيء أنت ما يجوز هذا ظلم لا لا أنت طماعين حلا أنا خابر واحد يحلق الراس دينار واللحية نص دينار وشوارب ربع الدينار الا ربع انزين روح صالون ثاني ليش جاي عندي لا 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 ما مع صالون ثاني ما اقدر اروح انا متعلم عليك انت يا انا شو الله بلاني هالعيله فيكم الزبالين انا اكثر من دينار نص ما اعطيك هو ياخذ الساعه واليوم اللي شفت لحظه اذا ما اسوي لي قصه خال اليوم خيال انا ما افهم لحظه فوق شنو كريم واكس 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 طبيعي واكس طبيعي لا شنو شمعة لا لا ريحة خايسة إيه صايم صايم لا صايم خالي مو ريحة خايسة شي شوف شوف أنت الحين قاعد تعلق بيدك مو تقص بيدك هذا صح؟ تسوي كذي خصله؟ زين أنا أعطيك 100 دينار وقدام الناس وما تسكر الأسنان أنت ما وقفتها؟ إيه قصها قدام الناس مية بدينار بقصة هذا جربان معفن وين خربت له شعره هي هي
خالي. إذا ما أسوي لك قصة خالي اليوم خيال أنا ما أفهم. لحظة فوق. شنو هاد؟ واكس واكس. دائما إذا انقصتك أدوات عدة شو تسوي مثلا؟ أنت الحين قاعد تعلق بيدك مقص بيدك هذا صح؟ تسوي كذي خصله؟ إذا أنا أعطيك قيمة دينار. إيه. دينار الناس وما تسكر الأسنان أنت ما وقفتها؟ إيه. قصة دينار الناس. مية دينار قصة. ولك ببلاش. يا ما خربتيه شعره. يا ما. بسون. اعطوني اول حسابه قبل ما يقوم انت وهو. خلي خالد يدفع. اي لا كان قلت له احسن. ما سمعت شو قال. اعلى ما اعلى. انت وهو 80. زين ما تمشيها ما تمشيها اليوم؟ لا ما مشيها ما دنيا رمضان وما سامحكم. زين اسمع خالي خليني اقول لك شغله تعال. قول شعر حق خلود راح يدفع لنا قول له اي شيء مدح. شاشان؟ امدح خالد هو يدفع لنا. ايه. لا والله والنعم في خالد وربك هذا طيب محترم هذا مطربنا هذا ويمثل وياي طيب دايم زين والله حبيبي لا ما 80 يعني 80 انت راسك 80 ليش؟ شنو؟ والله شعرته ربع راسي انا مو راس مروض ربع رجعوا 80 راسي على كبير خلود هاي سؤال اسمع ريال خليني اقول هو ترى يبي سياره ما يبي قصر ذلي شعركم انا ادفع اكل انا اجيب بامبرز حق الايام وبتولي انا اجيب ادري انا الحين صبر هذا مو ريال كبير اقول شغله شو راح يطيح الحين ظهري عوره شوف ها لا لا ما تدري لا لا تعبان تعبان تمام جد جد حسابك هو شعر ولحية 40 والمعفن الزبال 40 اول شيء صار 80 اول شيء انت سوى الحلاق انه ما عنده لحيه ليش شو شايل اللحيه هو ما طلع لحيه لا ما شايل اللحيه لا ما طلع لحيه تدري ابو طلال من عمر الدنيا بس يا نب امانه وراس خلود في مره طلع لك لحيه وشنو على كوش هذا شنو شنو بس كي شاطر ها شو انا ما عندي لحيه ما لا والله هلا بشتري تيشيرت الحين انت اشتري صح 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 لا شوف اجاوبك بس عطني فلوسي اول يا حبيبي تعال هلا يلا قول اسال تي شيرت اي برد المحل اي صغير اي يصير ارد ارد فلوسي ولا اي صغير يصير اذا صغير يصير اي حلو ما ينطر يكبر لا اي حلو 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 الحين انت صارت محترف صح؟ اي هذا شعر من بطلان اي ما نقدر رده صح صح خلود عطيك الفوطه بعد عطني هذا شعري انا ورده بعد بترده اي برد شعري والله رد شعري بس ما نبي يا 40 دينار ولا 80 اي خالد تبي رد شعرك اي رده يلا رده راح على غالي راح رده وهذا بعطيك زياده في شعر اسود يجيب شعر زياده اي هذا حلو عليك اي بدا انا اسبل بالهي الله ياخذكم لا يوفقكم امشي خذوا من طعمكم ثاني مطعم لا اوسخ من هذا ما شفت من هيك انا والقران